في المسألة 2.17 عايز يحسب في واحد وفي اتنين وفي تلاتة. أسهل حاجة نبدأ بيها إن احنا نحسب في تلاتة. لو تلاحظ إن الفي تلاتة الفولت اللي عليها هو نفسه العشرة فولت، تمام؟ يبقى في تلاتة قيمتها 10 فولت على طول، مش محتاجين نحسبها. منها ممكن نحسب في اتنين عن طريق إن احنا نعمل كي في ال في اللوب دي، وهنفترض إن الاتجاه في الاتجاه ده، وهبدأ من أول في اتنين نفسها. في اتنين سالب موجب في عكس اتجاه التيار اللي احنا فرضينه، فهاخدها بالموجب، يبقى موجب في اتنين. وعندي في تلاتة في عكس اتجاه التيار اللي انا فرضه، فهاخدها بالموجب، يبقى زائد في تلاتة. وعندي الاتناشر برضو، الاتناشر فولت دي في عكس اتجاه التيار اللي انا فرضه، فهاخدها هي كمان بالموجب، يبقى زائد اتناشر، والكلام ده بيساوي صفر. في تلاتة احنا حسبناها بعشرة، يبقى 10 و12 ب22 هوديهم بعكس الإشارة، يبقى الفي اتنين هتساوي سالب 22 فولت. طيب باقي ان احنا نحسب في واحد. عشان احسب في واحد هعمل كي في ال في اللوب، ولتكن نعمل كي في ال في اللوب الخارجية خالص، تمام؟ لو عملت كي في ال في اللوب الخارجية هبدأ من ال24، ال24 في نفس اتجاه التيار، تمام؟ فهاخدها بالسالب، يبقى سالب 24 زائد الفي واحد في عكس اتجاه التيار، هاخدها بالموجب، يبقى زائد في واحد. وبعد كده هنا عندي 10 فولت في عكس اتجاه التيار، يبقى اخدها بالموجب، يبقى زائد 10. وبعد كده وانا ماشي هنا كده هلاقي 12 في عكس اتجاه التيار، يبقى اخدها بالموجب، يبقى زائد 12. الكلام ده بيساوي صفر. طبعا 12 و10 ب22، 22 ناقص 24 يبقى سالب 2، السالب 2 تروح في عكس الاتجاه، بموجب ال2 يبقى الفي 1 هتساوي 2 فولت.